نشكر الله اللي سمح لنا بالزيارة مرة تانية للكنيسة المبروكة هنا، وناخذ بركة الصلاة معاكم في القداس النهاردة. نشكر محبة صاحب النيافة الحبر الجديد الأنباء جبريل على الدعوة الكريمة، ومحبة قدس أبونا إبراهيم اللي اداني هذه الفرصة أن أكون معاكم النهاردة في هذه الأوقات المقدسة. إنجيل هذا الصباح المبارك أيها الأعزاء زي ما سمعنا كده بيتكلم على المعجزة اللي عملها رب المجد، شفاء الرجل الأعمى المجنون الأخرس اللي فيه أكتر من مشكلة. يمكن الواحد فينا لما بيجيله مرض واحد بيحس إن خلاص الدنيا خلصت بالنسبة له يعني، ودخل في مرحلة كده يعني اكتئاب، ويقعد يعد نفسه يقول يلا خلاص حسن الختام وخلاص هذه قربنا، ويقعد يحاسب نفسه ويقعد يسأل كده نفسه يا ترى أنا عملت حاجة مع حد، ويصفي أموره وحتى نفسيته تبقى متغيرة كده، يبقى متواضع وهادي بعد ما الأول كان يبقى مثلا قاسي ولا جديد في الكلام مع الناس إلى آخر. لو جاله مرض تاني يقول العلامات زادت أكتر وأكتر وما فيش أمل وخلاص كده الدنيا وضحت إن أنا ماشي. ولكن لو جات له عاهة يعني يبقى ضامن ان هو مفيش امل، وبيأقلم نفسه بقى ان هو هيعيش مع العاهة دي الكام يوم اللي فاضل له، الكام شهر كام سنة حسب ما ربنا يسمح له. لكن لو عهدين تلاتة، مش عاهة واحدة، عهدين تلاتة، ده يبقى عايش ازاي ده؟ يعني يقول لنا الكتاب كده راجل بعد عنكم أعمى وأخرس وكمان بقى إيه؟ مجنون. فاضل فيه تاني؟ إيه اللي فاضل فيه؟ يعيش بأمله ولا على رجائه ولا ينتظر إيه؟ ولكن ربنا يسوع المسيح عنده بال طويل وعنده سياسة أو طريقة معينة في التعامل مع البشر مختلفة عن كل الناس. يسيب المسألة لما تتعقد خالص ويبقى الأمل مش ضعيف، مش يبقى الأمل محدود، يبقى الأمل إيه؟ مفقود. وما يتدخلش غير لما كل الوسائل البشرية بتاعتنا تنتهي. في يوم من الأيام جم قالوا له واحد صاحبك اسمه لعازر الاول كان عيان، سكت رب المجد ما راحش. وبعدين جم ادوله الخبر لعازر حبيبنا مات. وقتها بس رب المجد ابتدى يقرر ان هو ياخد خطوه ايجابيه ويروح نحو لعازر وبيته. بس هتروح تعمل ايه يا رب؟ ده اللي ما رحتلوش هو عيان، هتروح له هو جثة هامدة. ده مش بس مات، وكمان غسلوه وكفنوه وشيعوه وحطوه في المقبرة، واخته قالت عليه ان هو قد ايه؟ قد انتن. يعني خلاص الموضوع انتهى بكل المقاييس. ولكن ربنا ما عندوش هذا الفكر بتاعنا اللي احنا نشوف الموضوع كده انتهى. لكن قال للتلاميذه لعازر حبيبنا قد ايه؟ نام، رقد. وهذا الرقاد مش للموت، ولكن هذا الرقاد لمجد الله عشان يظهر مجد الله. الله في الاخر يدخل ويغير كل المقاييس. حياتنا يا اعزائي فيها من الأمور الكتير اللي ممكن توصلنا لمرحلة
الإعاقة، العاهة، توصلنا لمرحلة من وجهة نظرنا أو من وجهة نظر العالم اللي حوالينا موت، بل الأقرب مننا قوي يحدد ويقول أكتر من الموت، ده الموت والدفن وكمان قد أنتن، يعني الموضوع متعقد خالص من كل النواحي. لكن من وجهة نظر ربنا عنده حلول تانية مختلفة. يوسف الصديق، يوسف ابن يعقوب أبو الأسباط، كان الأول عايش في وسط إخواته، ولكن ربنا ما يتدخلش في حياة يوسف وعايش في وسط إخواته. إخواته يتأمروا عليه ويرموه في البير، ربنا لسه واقف سامع وساكت وما يتحركش. طب ده الموضوع اتعقد أكتر، وبيعك عبد لأرض مصر للحاكم في أرض مصر، برضو ربنا قاعد وساكت. الله الله الله، طب انت يا رب مستني ايه تاني في حياة يوسف؟ بهدلة اكتر من كده وفقدان امل اكتر من كده، ده الموضوع خلاص انتهى، ده راح بقى عبده بعد عن ابوه واخواته، لسه ربنا ساكت. وروح يشتغل في بيت فوتيفار ويدخل في التجربة الصعبة مع زوجة فوتيفار ويوصل لغاية السجن، وفي السجن وبرضو ربنا ساكت. طب عايز تاني ايه يا رب؟ في بهدلة تاني اكتر من السجن ايه؟ يقول لسه في حدث معين هيظهر فيه مجد الله، لسه المسألة ما استوتش، لغاية ما يظهر الحلم بتاع فوتيفار ويقدر يوسف يفسر الحلم وكل المقاييس تختلف، ويصير يوسف الرجل الثاني في أرض مصر، ويصير في إيده مخازن أرض مصر، وتصير في إيده نجاة أرض مصر، وتصير في إيده بالنجاة شعب بني إسرائيل اللي هو منهم، وييجوا ياخدوا من خيرات أرض مصر، وهكذا أنتوا عارفين بيت القصة. إذن الله يصمت ويعمل في هدوء، ويعمل يمكن بعد ما من وجهة نظرنا احنا نفقد الأمل ويصير الأمر مفقود الأمل ومفهوش أي رجاء، ربنا في الوقت المناسب يتدخل ويعمل الصالح لحياتنا. تخيلوا لو ربنا اتدخل مع يوسف من أول يوم وحل المشكلة بينه وبين إخواته، طب وبعدين؟ ما خلاص حلت المشكلة وخرج وعاش واشتغل شوية وخلاص خلص الموضوع على كده، كنا هنسمع عن يوسف، كانت هتحل مشكلة الجفاء بتاعت أرض مصر، كان هينقى الشعب بن إسرائيل، ما كناش عارفين إيه اللي كان هيحصل. تخيلوا ربنا لو اتدخل مع يوسف وما كانش في حسد أصلا بينه وبين إخواته، زي ما في ناس كتير تسأل لما تقع في تجربة أو مشكلة، يا رب طب وليه سمحتني بالتجربة أصلا والمشكلة أصلا؟ ما الناس عايشة حواليا هي ما عندهاش تجارب، ما عندهاش متاعب، طب ما أنا شايف الناس حواليا هي مبسوطة وماشية في الشوارع كل واحد مبسوط وما عندوش حاجة، اشمعنى أنا يا رب اللي تجربني التجربة الصعبة دي؟ اشمعنى أنا اللي دخلني في المأزق الشديد ده؟ اشمعنى أنا اللي تسمح لي بالإعاقة دي؟ مش لازم الإعاقة تكون إعاقة جسدية طبعا، أو المرض ده أو التجربة دي أو الضيقة دي أو أو أو. ربنا عنده حلول كتير وفكر آخر غير فكرنا احنا البشري، اللي احنا بنحاول نوجد يعني حلول من وجهة نظرنا البشرية، وقتية آنية سريعة ومؤقتة، وممكن الحلول دي تبقى في عكس مصلحتنا، لكن ربنا بطول أناته يطول باله ويسيب الموضوع. من وجهة نظرنا بيتعقد، لكن وجهة نظر ربنا بيكمل بيستوي بينمو على لغاية ما يوصل لمرحلة نعرف ان يد الله فعلا بيد عزيزة وبزراعة قوية، يتدخل في الموضوع ويحل الموضوع ويحل المشاكل. مش لازم الحل يكون بطريقتنا وزي ما احنا عايزين، احنا مشكلتنا في اوقات كتير ان احنا نتعامل مع ربنا معاملتنا مع زرار الكهرباء، عارفين الكوبس ده بتاع الكهرباء، انا عايز ادوس على الزرار تطلع لي الكهرباء ودلوقتي وفي ساعتها،
عايزين ربنا يتعامل معنا كده او احنا نتعامل مع ربنا كده، نحط ايدنا على الزرار. انا صليت امبارح للموضوع الفلاني، خلاص بكره الصبح تحل المشكله. الموضوع مش بالسهوله دي، يا ريت الموضوع كان بالسهوله دي. ما كانش الكنيسه عرفت هذا الكم من القديسين، لكن القديسين اللي احنا نعرفهم معظمهم نتيجه الالم والضيقه، لما حطوا ايديهم على الزرار وما ما 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 تنورش النور من وجهه نظرهم، عملوا مع داود النبي زي داود النبي، بصوتي الى الرب اصرخ، بصوتي الى الرب اتضرع. دخلوا مع ربنا في عمق عشره وصلاه بصراخ وبدموع وبانسكاب قلب وبخشوع وفي عشره حقيقيه مع ربنا. واحد بيشبهها بمثل جميل قوي، اب كده كان كل يوم متعود يسيب المصروف لابنه في مكان معين متفقين عليه هما الاثنين، مثلا على ترابيزه السفره ولا حاجه، وكل يوم الولد يقوم الصبح يلاقي الفلوس محطوطه المصروف بتاعه ياخده يمشي وخلاص، يوم على اثنين على خمسة على عشرة. الاب جه في يوم كده فكر، الله انا بقالي كتير ما شفتش ابني، ما سمعت صوته، ما خدتوش في حضني، ما كلمنيش ولا كلمته ولا حصل بينا اي يعني كده احتكاك مباشر وعشرة، ده في الاخر ابني اللي انا بحبه. طب الحل ان انا اشوفه اعمل ايه؟ اشيل المصروف النهاردة من مكانه. قام الولد الصبح يدور على المصروف ما لقوش، يفتش شمال يمين ما فيش، الله ايه الحكايه؟ راح مخبط على اوضه ابوه، ايه يا بابا فين المصروف؟ قال له تعالى قبل المصروف تعالى ادخل في حضن ابوك الاول، ابوك مشتاق لك، عايز اشوفك، عايز اكتك في حضني، عايز اسمع صوتك، عايز اكلمك وتكلمني، المصروف موجود ما تخافش اهو مش هيطير، لكن العلاقه اللي بيني وبينك مش هو بس الايه مصروف، دي اخر حاجه نفكر فيها الحاجه الماديه دي، لكن اللي اهم من ده بكتير اللي بيني وبينك هي ايه؟ علاقه اب وابن، محبه، حوار، كلام. اهم من كده نحس ببعض ان احنا موجودين كبشر مع بعض. لكن الطلبات سيعطى لكم ويزاد، الطلبات كتير موجودة، خد اللي انتوا عايزينه، الأهم من كده أشوفك وتشوفني. رغم أن القصة رمزية لكنها معبرة إلى حد بعيد عن الواقع. ربنا وقت كتير بيبقى عايز يقول للإنسان أنت علاقتك بي إيه بس؟ طلبات؟ يا سيدي خد اللي انت عايزه، سيعطى لكم ويزاد. بكرر وفكركم، أكل، شرب، لبس، مناصب، اهتمامات، اللي انت عايزه خده، لكن العلاقة بيني وبينك مش هي شوية الحاجات الصغيرة دي، ده كلام فاضي، ده ملاليم بتاعت المصروف. لكن اللي بيني وبينك أهم من كده، اللي بيني وبينك حب، حضن الأب اللي مشتاق لابنه، وقفة بين الأب والابن وكلام وحوار بينهم، الأب يحس بابنه والابن يحس بأبوه، يبقى في بيننا وبين بعض هذه العشرة وهذه المحبة وهذا الحوار. لكن مش ممكن تكون علاقتنا هي علاقة بس مصالح ومنافع، عشان كده الأب مش بيأذي ابنه، مش بيجرحه، مش بيألمه، مش بيذله علشان بيديله المصروف، لكن كل الموضوع ايه؟ شال المصروف بس من مكانه، حطوله في مكان تاني، هو موجود موجود بس تعالالي انا عايزك، عايز اسمعك، من حقي عليك كأب ان انا اسمعك واشوفك واكلمك وتبقى قريب مني، تعالى نتكلم، هلما نتحاجج هكذا يقول الرب، تعالى اقف واتكلم معايا. داود لما تشال المصروف من قدامه، داود لان نفسيته كانت يعني ضعيفة شوية، قال على طول بصوتي الى الرب ايه؟ اصرخ، جري على ابوه زي الطفل الصغير اللي حس ان هو ماشي في الشارع وايده فكت من ايد ابوه، جري على ابوه يجري يصرخ انت فين يا رب؟ قال انا موجود ما تخافش، انا ما رحتش بعيد، انا لغايه ما هناك بس عايز اقول لك ان انا موجود،
سبت ايدك عشان تنتبه وتعرف ان انا موجود ولا لا. مهما كانت حياتنا فيها من المشاكل، من العقد، من الضيقات، من الالام، كل المطلوب اعمل زي داود واجري نحو ابويا واقول له بصوتي الى الرب اصرخ. للاسف يمكن صلواتنا بقت اهتمامات بشريه وارضيه واهتمامات امور كده كده هتعدي وهتتعمل وهتخلص، اكتر من هي وقفه اب بيسمع من ابنه كلام حلو. يا فرحة كل أب، وانتم معظمكم هنا أباء، واقف قدامه ابنه بيكلمه فرحان بابنه، وطبعا كل أم نفس الشيء، والعكس بالعكس. قد إيه قلب الأب بيكون مكسور لما ابنه مش عايز يكلمه، أو مش عايز يقف قدامه، أو مش عايز يعمل حوار بينه وبينه، أو يصد هذا الحوار ويقفله. الأب قلبه مكسور لأن ابنه مش عايزه حاجة تحزن وحاجة تزعل. عشان كده ربنا ادانا هذا المثل ان تبقى علاقتنا به شبهنا بعلاقة الاب والابن. قال لنا حتى لما نيجي نصلي يقولوا ايه؟ ابانا الذي في السماوات، مع انه هو اعلى بكتير واسمى بكتير. يعني هو حتى لو قال لنا قولوا سيدنا الذي في السماوات هنقول له مستحق يا رب، مستحق كل كرامة وكل مجد، واحنا عبيدك ونقول لك سيدنا بالفم المليان. بس ربنا ادانا هذا المثل بالأبوة عشان نفهم قد ايه شعور الأب يكون مجروح لو ابنه وقفش قدامه وكلمه وعمل معاه حوار. وقالها لنا بالمثل من اول كلمة أبانا الذي في السماوات. بيسمح ربنا بالتجربة مش عشان يغيظنا، ربنا مش إله سادي عشان يغيظ الواحد ولا يضايق الواحد عشان يجيله، لا. بشبهها لكم تاني باللي شال المصروف من مكانه بس نقله المكان تاني، عايز الفت نظره ان انت بعدت عني. الاب عايز يلفت نظر الابن ان بقاله كتير ما جاش وقف معاه واتكلم معاه، والاب فرح بابنه. كل الموضوع تعال يا ابني وقف معايا، تعال يا ابني كلمني، تعال يا ابني اسمعني واسمعك، تعال يا ابني يبقى في بيننا حوار. ويا بخته اللي بقلبه مرهف كده زي داود ويقول بصوتي الى الرب صرخت، بصوتي الى الرب اتضرع، ويقولها بصيغة المضارع يعني المستمر، يعني كل يوم يصرخ الى الله، كل يوم يطلب، كل يوم يشتاق انه يقف قدام ابوه السماوي ويطلب منه. وابوه الذي وعد ان كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنانوا له. مهما كان اللي عندك امور صعبة وقاسية وملهاش علاج، ربنا عنده علاج، بس طريقته هو، باسلوبه هو، بتدبيره هو، مش بطريقتنا احنا ولا بفكرنا احنا ولا بتدبيرنا احنا. نضع الامر برمته بين يديه ونقول له يا ابانا اللي عودتنا ان احنا كابناء نقف قدام ابونا وبرجاء وبثقة نطلب وسنجد، نضع أمامك الأمر كله وانت تدبر الأمر وتحل الأمور بمعرفتك، تحل المشاكل بمعرفتك. واحنا واثقين ان حتى العهات والعهات المستديمة زي الراجل بتاع النهاردة الأعمى الأخرس المجنون، عهات مستديمة ملهاش حل، لكن عندك انت ليها حلول يا رب بطريقتك ومفهومك وبأسلوبك. يمكن يكون الحل واحد من الحلول ان احنا ازاي نرضى وازاي ناخد بركة التعايش مع هذا الالم او هذا المرض او هذه الضيقة، ونبقى سبب مش بركة لانفسنا بس وللاخرين ايضا، والاخرين يتعزوا بينا ويتعلموا مننا باحتمالنا وبصبرنا. اسباب كتير وسائل كتير يقدر ربنا يحول كل شيء مر في حياتنا لحاجة حلوة. فهو الذي يخرج من الجافي حلاوة، هو اللي يقدر يطلع من الآكل أكلا، هو اللي يعرف يطلع من الشيء المعدوم اللي مالوش لازمة، من العظام اليابسة الميتة يقدر يحييها ويدخل فيها الحياة تاني ويخرجها تاني أجسام حية.
تقدر تخدم وتقدم شيء صالح لأنفسها والآخرين أيضا. الله يعطينا أن نكون في هذه الأيام أيام نكون ناس بركة لأنفسنا أولا والآخرين. احنا في مجتمع بقولها دايما كل مرة باجي برا مصر في أي مكان، في مجتمع منتظر مننا نحن نقدم شهادة للمسيح، نكون احنا أولا لأنفسنا مسيحيين وشهود وشاهدين على إيماننا وعلى مسيحيتنا قدام المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ليروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات الذي له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.